اسم عز الدين الماريشال مدينة جديدة. خويا عز الدين بالنسبة لهاد المهنة هادي اللي كدير شنو سميتها؟ هاد المهنة ماريشال كنصمرو خيل ماريشال طيرو كنصمرو خيل لو شوفار. هادي هي المهنة ديالنا هي تقريبا من سميتو من 2008 وانا في هاد الدومين. وهادي مهنة شريفة وهادي كنشكرو جماعة مولاي عبد الله والصربة ديال المهدي الحزيري جماعة الحوزية وكنشكروا الزملاء كلهم الدراري كلهم الخياله باش خدم كاع المواسم ديال المغرب. في اي موسم كنخدم المواسم ديال المغرب كلشي كنخدمو. خويا هاد المهنه ديال الماريشال شنو كدير فيها؟ شنو كدير العود انت في هاد المهنه؟ هاد المهنه باش يبقى يشوف فيها. هاد المهنه العود ضروري خاصو من 40 يوم 50 يوم كتعاود لي التزميره ديالو فهمتي باش كيبقى لي الصابو ديالو كيبقى مزيان كتحتفظ لي على الصابو ديالو. هذا هو الدومين هو شحال المده ديال التسمير زعما على اسم مارشي اليوم شحال ديال المده وشحال عندها ما بين 40 يوم 50 يوم حتى 60 يوم شهرين ولي كان 40 يوم كيبقى كتحتفظ ليه الصابو ديالو فهمتي كيبقى الحافل مزيان كيبقى العود تاعو كيبقى مزيان كيمشيو يطيبوا ليه الجديد من تحت لا والو فهمتي كيبقى الفرقش مزيان ديالو. شفنا كيتحط عليه الفرقش ديالو واش العود كيحس؟ لا ما كيحسش هذاك بحال سميتو الفرقش ديالو زيد بحال الفرن اللي كتمقصي هو زيد فهمتي كتحيدي ليه هو كيلقى رائحة البال ديالو اللي كيحس هادشي كيكون مثقل ليه الصابو ديالو فهمتي. العود عاملتيه مزيان اللي عاملتيه مزيان حتى هو كيحس بواحد الرائحة ديالو كيحس بلي راه فهمتي غتقريب منو يعني هذه داخلة في العناية ديالو. داخلة في العناية ديالو داخلة في الدومين ديالو. زعما فاش كينفعوا هاد الصفيحة هادي باش كينفعوا؟ هادو كينفعوا ليه في المحرك على حساب الجري ما كيتوعش في رجليه كيحسوا بالرائحة ديالو بزاف الحوايج كيحس بهم فهمتي يعني بحال الصباط اللي كتكون لابسه ما كتقدرش تمشي حافيا كيبقى محافظ ليها كيبقى محافظ ليها رجله. بالنسبه للصفيحه هذه واش كدير الجزاع ولا كدير العود الكبير ولا ما كاينش المشكل ما بين الجزاع وما بين يعني الجزاع ما كتصمري تا كتولي عنده واحد العامين ديالو فهمتي عاد كتصمري عود كبير ما عنده وقت الجزاع هو اللي كيوصل واحد العامين كيولي ما عنده وقت ولا باي وقت كتصمري يعني الا صمرتي قبل واحد العامين فهمتي الحافر ديالو ما كيزيدش كيبقى صغير وكيولي ملي كيحس فيها كيولي كيستعقر هذا هو اللي شي هادشي اللي كاين. هاد القطع اللي كتجري كتخلي العود تا هو يتبورد مزيان. كيتبورد مزيان تا هو كيولي كيجري بزاف فهمتي ما كيبقاش مثقل كيولي خفاف يعني الجري ديالو تا هو كيخفاف تا. بالنسبه لهاد العمليه هادي اللي كدير يعني ماشي اي واحد يقدر يدير. لا ماشي اي واحد هادي حرفه من جدودنا فهمتي تبعنا من والدينا تا هما كانوا في هاد الدومين وتبعنا هاد المهنه تا يعني ماريشال صعيب باش كتنوض وكتصير فهمتي كتنوض كتقول راه غنخدم وغنصمر هادشي صعيب
بالنسبه لك اخي شحال كتاخذ لك شحال كياخذ لك الثمار ديال العود شحال ديال الوقت كياخذ شحال تقريبا ما بين نص ساعه الله ربع ساعه داكشي على حساب العود كان العود هو مرتاح هو واقف هو كتفهمتي كتقدر دير فيه ربع ساعه ولا ساعه كتصمري ولا كان قبيح راه كتوصل حتى ستين دقيقه بالنسبه لهاد الحرفه هادي يعني ما كتشوفش ان يعني نقدروا نقولوا يعني قليله ما ماشي اي واحد كيدير هاد المهنه لا قليله ما داكش فهمتي يعني ثم الدراري مابقوش كيتعاطوا عليه بزاف صعيب باش غيمشي باش غيمشي لبوزنيقه ويدوز دي بلون فهمتي خاصو واحد الوقت هما لا بغا غادي ينوض داكشي صعيب عليه بالنسبه لهاد الصفيحه هادي يعني واش كيختلف الانواع ديالها من ناحيه الكاليتي من ناحيه راه كاين الكاليتي كاين بروميال ديالها كاين الدوزير كاين الصفيح عادي فهمتي كله كيمشي على حساب على حساب مول العود كله على حساب حسب استطاعته بحال دابا مثلا الصفيحه اللي كتركب العود ديال التفوري دابا ماشي اللي كتركب العود مثلا ديال لا كاين ما بين العود ما بين سميتو ما بين الارموت وما بين السلاح يعني العود ديال الباروت وعندو الصفيحه ديالو فهمتي ودير الجريده ديال الارموت وعندو واحد الصفيحه رقيقه ديالو تو خاصه به ما تقدرش غتخالف ما بين هادو وهذا كله كدير لي داكشي اللي كيصلح شي كلمه اخيره كلمه اخيره كنشكروا هاد الناس وكنشكروا جماعه مولاي عبد الله وكنشكروا الخياله وكنشكروكم حتى نتوما على هاد المجهود ديالكم اللي دايرين وحنا دابا راه عاد مقدم هاد السي مهدي خوزيري اللي كيمثل جماعه الحوزيه وهاد العود هذا راه ديال السي خالد خوزيري فهمتي هاد العود هذا ديال السي خالد خوزيري سيمو سيمو سمعني كيفاش كتمر التحضيرات ديالكم ال هذا كيدافع بشي حاجه اللي كيتعاون بها والدراري كيدافعوا اكثر من داك الشيء اللي ما وصلوش المهم كيوصل التراث هذه باش يبقوا غاديين معاونين كل واحد وفرجوا كاع الناس ما يتخلوش عليها وتا الكلمات المزيانه خويا فهمتيني كيفاش كتمر التحضيرات ديالكم باش نمشيو للمحل؟ واخويا حنا كنلبسو كنمشيو معاه كندخلو كتبقى تسجل الصباح كتفيق الصباح كدي العود كدوش ليه كتجي كتفقر كعود تاني كيتسنح كتلباس كتمشي للمحرك كتبقى واقف شويه في الشمس ثاني المحرك كتجيب لك ثلاثة القرصات ديالك وتجي بحال هاتك اللوطه صافي انتم عندكم هاد التبوريده هادي ولاعه ولا تراث تراث التبوريده ماشي تراث من جدودنا وهذا بعنا يعني بقينا غادي كنبلو شي بشي وهذا طالع بشويه بشويه مازال الدري صغار تهم كيتبلاو وغيتزاد مره غيتزاد داكشي وما حنا غادي الحمد لله وكنشكركم اخويا شنو دارت لكم هاد التبوريده هادي الحياة اليومية؟ التبوريده راه ما سلة ديال كتهرس بها الروتين ديالك ما كضيفوش كتهرس بها الروتين والو حتى حاجة ما كضيفها لا زعما شنو ضافت في الحياة ديالك زعما ولات عندي أنا في الدم وهذا وراه التبوريدة ولات عندي في الدم التبوريدة ولات عندي في الدم خاصني ضروري الموسم نمشي ليه اللي وصلني جدي نمشي ليه ولا ما وصلني جدي ما كنمشيش وشكرا الله يحفظك Thank you.
تعلمت شويه بشويه كان مولي اللي صار لي كان مولي نعمر كما تعلمت حتى انا كنعلم مثلا فاين ديز كنعمر قالي البخش قالي البخش انت اصلا كتبور كنتبور كنت عمر هي الحمروده هي ياسين مالي هاد الدار ولاد واش مكشكش ولكن شي خطر هو في خطر ولكن داك الناحيه حنا كنجربو ملي كتعمر واش كتيستي المتحده ولا كتيستي واه راه هادي كلها عارف مقعدتو وكل ملي انا عمار كنعرف كل مقعدتو في المقنعيه انا كاين المقنعيه هي مليحه او ثاني كاين اللي بنادم او كاين واحد او ثاني ما عندوش امكانيات باش يحط لك المقحله راه ما غاديش يقرا صح هذيك العيبه هذيك العيب اللي في يدك باش كتستعمل استعملات لك في البارود كتكون جهه رقم او باش يوصل ليا البارود مزبوط كتلوح ليا البارود باش ما تزيدش الاخوان ملي كيدوروا المقله وما كيتساسش ليا البارود